مجموعة أسئلة conceptual عن اتجاه الماجنتيك فورس على لاين كارينج أو واير كارينج كارنت، وبعد شوية على موفينج بارتيكل اوف تشارج. في السؤال ده اللي بيجمع ثلاث أشكال دول، هناخده على ثلاث أشكال عشان نأكد إزاي أقدر أحسب اتجاه الفورس. ما لناش دعوة بالقيمة، دلوقتي احنا بنتكلم بس على الاتجاه. بيقول A wire carrying current I is located in a region of magnetic field. بيقول What is the direction of the magnetic force applied on the wire؟ في الثلاث أشكال دول الماجنتيك فيلد نقط يعني البره، اوت اوت اوت، يبقى اتجاهه كي. وفي الثلاثه دول التيار يا اما في اتجاه الجي او في اتجاه الاي، سواء بالماينس او بالبلس. هنا جي بلس، هنا جي ماينس، هنا اي ماينس، ممكن يبقى في اي بلس الحاله الرابعه. طيب عايز اكد الاول على حاجه، الماجنتيك فيلد في اتجاه الكي ده بره، طب لو كان اللي جوه يبقى ماينس كي. في الحالتين الفورس مش هتبقى لا في الكي ولا في الماينس كي. ليه؟ لان الفورس بتكون عموديه على كل من الماجنتيك فيلد وعلى اتجاه الواير او اتجاه التيار. طيب مثال زي ده، التيار في اتجاه الجي، اشطب الجي والماينس جي، خلاص احنا شطبنا الكي والماينس كي، يبقى الفورس هتكون يا اما بلس اي او ماينس اي. فسهل الموضوع ان انت يعني حادي بادي كرنب زبادي بالمصري، او حضر بدر بالكويتي، او باي لغه تانية كل بلد ليها طريقتها، او بدعاء الوالدين هنا بقى. يعني بس الاتجاه هيكون يا بلس اي يا ماينس اي. مره تاني، التيار في اتجاه الجي، اشيل الجي والماينس جي. الماجنتيك فيلد في طالع لبره او يعني في اتجاه الكي، سواء كي او ماينس كي ما يفرقش معانا لو كان كروس لجو، اشطب الكي والماينس كي، يبقى فاضل يا دالة. هنقول دلوقتي ازاي نجيب. عندنا طريقتين للحل، يا اما باستخدام الرايت هاند رول، احط ايديا اتجاه كف يدي اليمنى وليس اليسرى، حتى لو بتكتب ايدك اليسار معلش زي بعضه، تعالى على نفسك وخليها ايه، لانها اسمها قاعده اليد اليمنى، فحط اتجاه كفك مع التيار. طيب باصص كف، باصص لجوه ولا لبره؟ في الشكل لو كان الماجنتيك فيلد لجوه يبقى خليني باصص لجوه، لو كان الماجنتيك فيلد ما هيش لبره يبقى معنى كده ايه، ظهر ايدك هيبقى للصفحه وبطن ايدك تبقى شايفه، يعني شايف العقل وشايف ال 18 وشايف الخطوط اللي في كفك، بطن ايدك يبقى انت شايفه بعينك. ليه؟ لان الماجنتيك فيلد جاي علينا اهو. طيب يبقى ايديا لفوق، صوابعي تميل لبره، هتبص تلاقي ان الابهام شاور غصب عنك كده جاه اتجاه البلس اي، زي ما اتفقنا هو اي ماينس اي، فهو بص في اتجاه الاي. يبقى ايدك لفوق، كف ايدك لفوق، انت شايف كف ايدك قدام عينك عشان صوابعك هتميل لبره، لو كان ده كروس كنت كان يكون العكس، كان يكون ماينس اي، لكن ايدك لفوق شايف بطن ايدك او شايف الكف، يعني شايف العقل وشايف الخطوط. ليه؟ عشان هتميل بصابعك لبره مع اتجاه الماجنتيك فيلد، اللي يبقى ما يشاور بلس اي. طيب دي طريقه اللي هي استخدام رايت هاند رول. الطريقه الثانيه ان انت تعمل كروس برودكت عادي، هتقول ايه، الاي الاول التيار في اتجاه ايه، اتجاه الجي، والبي في اتجاه الكي بلس كي، تقول جي كروس كي والجي كروس كي بقى بلس اي، هو في اتجاه البلس اي. تعال نشوف شكل زي ده، هتحط اتجاه ايدك مع التيار، يبقى انت رايح يسار وشايف برضو بطن ايدك، لان انت هتميل بصابعك لبره لان البي لبره، هتلاقي الابهام شاور لفوق في اتجاه البلس جي، ده قاعدة اليد اليمنى. طيب وقلنا نخمن ازاي، ده في اتجاه الاي او ماينس اي، هنا ماينس اي، اشطب الاي والماينس اي، والبي في اتجاه الكي اشطب الكي والماينس كي، يبقى هو يا في جي يا ماينس جي. وفي اتجاهنا قلنا في حالتنا قلنا همشي مع التيار يسار بصابع ايديا، اميل لبره لان البي لبره، هتلاقي الابهام شاور لفوق في اتجاه البلس جي بالنسبه للشكل ده. طب لو حبيت اعملها بكروس برودكت، هقول ماينس اي لان ده في اتجاه الماينس، الاول التيار ماينس اي
كروس كي خلينا في ماينس، واي كروس كي بماينس جي، بس عندنا ماينس 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 ببلس ببلس جي. طب هنا كفي لتحت وشايف بطن ايديا لاني هطلع صابعي لبره، الاقي ان الابهام شاور ماينس اي ماينس اي. طيب ده بقاعة اليد اليمنى، هل فعلا هو لازم يطلع في اتجاه الاي؟ اه، لان ده في اتجاه الماينس جي، فاشطب الجي والماينس جي، والبي في اتجاه الكي بلس كي، يبقى اشطب البلس كي والماينس كي، يبقى يكون يا اي يا ماينس اي. في حالتنا هنا طلع ماينس اي. طب لو حبيت اطبق بالكروس برودكت، هقول ماينس جي اللي هو ده كروس كي، في عندنا ماينس، في عندنا جي كروس كي، جي كروس كي بماينس باي بس، جي كروس اي باي بس انا عندي ماينس، بقول ماينس جي كروس كي يبقى ماينس اي زي ما طلع من الرايت هاند رول. نفس الكلام هنعمله على الموفينج بارتكل، نفس الكلام هنا عندنا نيجاتيف نيجاتيف او بوزيتيف، هقول الفرق بين بوينت تشارج از موفينج وذ ا فيلوسيتي في انترينج ريجن اوف ماجنتيك فيلد بي از شون ان ذا فيجر. البي زي ما احنا شايفين كله في اتجاه الكي بلس، طبعا اشطب الكي والماينس كي يستحيل فرصه تكون في اتجاهها. ولو مثلا حاجه زي كده البارتيكل، او طبعا هو عايز الايه؟ عايز الدايركشن بتاع الماجنتيك فورس. البارتيكل ماشيه في اتجاه الماينس جي، سواء جي او ماينس جي، اشطب الاثنين دول، يبقى الحركه الفورس هتكون يا اي يا ماينس اي. زي بالظبط الواير اللي شايل تيار، كان ده الواير، بس العبره ايه؟ ان الواير لما كنت يعني كان لتحت كده وعليه سهم كان التيار لتحت، لكن هنا ده ماينس فالتيار العكس. لذلك هنقول ايه؟ هنحله كانه واير والتيار لتحت. هنعمل كده، لو كان بلس الاتجاه اللي هيطلع معانا هو الصحيح، لو كان ماينس نغير الاتجاه. يعني في حالتنا زي كده هحط صابع ايديا لتحت اطلع لبره، الاقي الابهام شاور يسار في اتجاه الماينس اي. لو كان ده بلس، لو حد عنده النموذج ده بوزيتيف، يبقى هو الفورس في اتجاه الماينس اي، لكن نتيجة ان ده نيجاتيف يبقى الفورس نعكسها واتجاه بلس اي. طيب ده حل بالرايت هاند رول. طب لو بحل بالكروس برودكت هقول كده القوة عبارة عن كيو في كروس بي، الكيوب ماينس يبقى في ماينس، وبعدين الفي في اتجاه الماينس جي يبقى في ماينس كمان، وبعدين جي كروس كي ماينس تروح مع الماينس يبقى جي كروس كي يبقى بلس اي. فعلا ده اللي احنا استنتجناه من الرايت هاند رول. طب هنا الفي يسار امشي مع اتجاه الفي بصوابعي اطلع لبره للماجنتيك فيلد لبره، هيبقى الابهام يشاور فوق في اتجاه الجي، الكلام ده لو كان بوزيتيف، عشان نيجاتيف يبقى هو ماينس جي، ده برايت هاند رول. طب بالكروس برودكت هقول ماينس ان الشحنه ماينس، ماينس كيو يبقى ماينس، وفي عندي اي ماينس اي في اتجاه الماينس اي يبقى ماينس في ماينس، اي كروس كي واي كروس كي بماينس جي يبقى هو في اتجاه الماينس جي. فعلا احنا قلنا هو في اتجاه الماينس جي بالرايت هاند رول. طب هنا لو بالرايت هاند رول هطلع لفوق بصوابعي وشايف بطن ايديا، بعدين ادور لبره بصوابعي لان البي بره، هنلاقي الابهام شاور يمين مع الاي، بس ده مش سالب مش موجب، ده سالب، يبقى هو ماينس اي ماينس اي. ده بالنسبه للرايت هاند رول. وطبعا هو في اتجاه الجي وده كي، اشطب الجي والكي بقى لي ده، وفي حالتها طلع ماينس اي بالرايت هاند رول. طب بالكروس برودكت هقول كيو في كروس بي، الكيوب سالب والحركه في اتجاه الجي يبقى جي كروس كي، جي كروس كي باي بس انا عندي بار ماينس بتاعت الكيو يبقى ماينس اي. فعلا احنا عبارات هاند رول طلعناها ماينس اي. مجموعه اسئله نفس الاسئله بس دي ظاهره في الفيديو في الفيديوهات السابقه، يعني ارجع فيديو 2 3 4 لغايه 10 فيديوهات كلهم على حساب او معرفه اتجاه الفورس باستخدام الرايت هاند رول، فهتشوف ايديا في الفيديوهات السابقه نفس الطريقه دي ولكن كلها باستخدام الرايت هاند رول، وفي بعضها باستخدام الكروس برودكت، هتشوف ده وهتشوف ده. كل فيديو لا يتعدى دقيقتين مثلا،
دقيقتين، دقيقة ونص، يعني دقيقتين وربع، حاجة كده. بس تعرف ازاي بطبق الرايت هاند رول وتشوفها بعينك. طب نكمل برضو نفس الشيء، ده بوزيتيف المرة دي، فالاتجاه اللي هيطلع لي مش هغيره، فهو رايح يسار طالع لبره، اللي هي طالعة لبره، يبقى اتجاه البلس جي، يبقى هو بلس جي برايت هاند رول. ولو طبقنا بالكروس برودكت هو كيو في كروس بي، الكيو موجب، الفي سالب اي، سالب اي كروس كي، اي كروس كي ماينس جي، وعندي ماينس بره لان في ماينس اي، فماينس ماينس بلس، يبقى بلس جي. وفعلا احنا حسبناها بالرايت هاند رول بلس جي. سؤال كمان عن برضه مالتيبل تشويس، بيقول الماجنتيك فيلد اكزيرتس ا ماجنتيك فورس، بيسبب ماجنتيك فورس اون ا موفينج تشارج زي كده، ذات از انفرسلي بروبورشنال تو ذا سترينث اوف ذا ماجنتيك فيلد. لسه قايلين ان الفورس بتساوي كيو في في كروس بي، فهي بتتناسب بروبورشنال وليس انفرسلي بروبورشنال مع الكيو ومع الفي ومع البي. فلو دي مش موجوده كان ترو، دي موجوده يبقى فورس. The motion of a pointed charge in a magnetic field is a uniform circular motion. لو الفورس دخلت كده، احنا قلنا الفورس في اتجاه الجي، فتشدها لفوق، فوق تمشي كده تروح شدها لفوق وتتحرك لفوق، شدها عموديه على اتجاه فتحرك كده، طول ما هي ماشيه تفضل تأثر عليها بقوه عموديه على اتجاه السرعه، فالسرعه دي ثابته، ولكن طول ما هو ماشي عمال يتحرك في حركه دائريه، حركه دائريه وماشي، ولكن بيتحرك في حركه دائريه، الار بتاعتها ثابته، قيمتها ايه؟ بتساوي الماس في الفي، الفي مش هتتغير، الفي هتفضل ماشيه بنفس السرعه، ولكن هو ماشي عمال يعمل يونيفورم سيركولار موشن. قيمه الار ايه؟ ام، الماس بتاع الشحنه في الفي، سرعته اللي هي ابتدائيه دي مش هتتغير، على الكيو شحنته في البي. طالما البي ثابت، هو قال لي ايه؟ positive point charge is moving velocity v ثابته entering a region of magnetic field b ما بتغيرش as shown in the figure، اللي هو الفيجر ده بيقول لي what is the direction of the magnetic force applied on، بس هو بيسالني على الماجنتيك فورس، احنا ده حليناه خلاص، احنا كنا بنتكلم على ده، قلنا الماجنتيك فورس لفوق هنا، بس بيسالني كمان هو بيتحرك، احنا بنجاوب انهي سؤال ده؟ The motion of point charge magnetic field is a uniform circular motion، هو بيتحرك في حركة دائرية، هو دخل اهو بدأ يتحرك كده وبعدين اخد حركة دائرية uniform، يعني ايه uniform؟ يعني الأرض ثابتة ما بتتغيرش، يعني ما بتزيدش وتقل، بكل عناصر حساب الأرض ثابتة، اللي هو الماس والفي السرعة اللي مش هتتغير، والشحنة والبي، شافش حاجة تتغير، وبالتالي الـ R هتبقى ثابتة ما تتغيرش، وبالتالي هي uniform circular motion. طبعا خلاف الحركة الترانسليشن اللي هو بيتحرك، اللي هو أصلا كان بيتحرك، هو الفورس هتسبب إيه؟ هتسبب حركة دائرية uniform، ولكن حركته اللي موجودة هي موجودة، فهي الحركة الناشئة عن الماجنتيك فيلد بواسطة الماجنتيك فورس هتبقى uniform circular motion. فالإجابة true. According to the right hand rule, the magnetic force on a moving charge is perpendicular to both velocity and the charge. ده اللي احنا قلناه. Charge, velocity of the charge and magnetic field. طبعا الفورس بتكون عمودية على ال velocity، بتكون عمودية على الماجنتيك فيلد. زي ما اتفقنا. دايما نشيل الاتجاهين ونشوف الاتجاه الثالث اللي هو فيه الفورس. فالكلام ده صحيح. هل هي عمودية على ال velocity؟ نعم. عمودية على الماجنتيك فيلد؟ أيوه. The magnetic force on a current carrying wire is perpendicular to both. برضو عمودية على الواير and the magnetic field، مظبوط، with a direction identified by right hand rule. نفس الكلام، سواء هي شحنة بتتحرك أو واير شايل تيار، فالفورس عمودية على اتجاه السرعة أو اتجاه التيار، وعمودي على الماجنتيك فيلد، فالكلام ده true. Magnetic field lines outside a permanent magnet always direct from north to south. اه مظبوط، لو عندنا magnetic pole
الخيوط الالكتريك الماجنتيك في الماجنتيك فيلد بتطلع منين؟ بتطلع من النورث بول وتروح للساوث بول، فدايما تطلع من الشمال وتروح للجنوب. الكلام ده صحيح، لو عكس يبقى الكلام فولس. فالكلام ده طالما الخيوط الماجنتيك فيلد بتطلع من النورث وتروح للساوث، فصح الماجنتيك فيلد لاينز بتطلع من النورث وتروح للساوث، فالإجابة صحيحة. وفي نفس الأسئلة اختياري بأشكال مختلفة وألفاظ مختلفة، هتلاقوها زي ما قلنا يعني من شوية في الفيديوهات السابقة، الـ10 فيديوهات السابقة شابتر 26 كله هتلاقوا فيه يعني أسئلة على الفورس حسابها واتجاهها. فيا ريت تراجعوا شابتر 26 الفيديو الأولاني شرح، ومجموعة الفيديوهات الأولانية مسائل محلولة، وبعدين مجموعة الفيديوهات الأخيرة هتلاقوها الاختياري وحساب اتجاهات الفورس. A particle of charge 1.-1.6 times 10 to the power minus 19 كولوم، يعني إلكترون أو شحنة إلكترون، is moving with velocity مديها لنا minus 5 times 10 to the power 2 في اتجاه ال I، وزيها في اتجاه ال G بس minus 2 وال K 4. بيقول is in a region of magnetic field مدين ال B بتساوي 0.74 I 0.39 J 0.37 K. magnetic force F will be applied on the particle. أكيد عندنا شحنة بتتحرك وعندنا magnetic field، يبقى فيه force اللي هي بتساوي Q في ال V cross ال B زي كده. وطبعا طالب مننا ايه؟ ادي القانون اهو، طالب مننا الاف اكس والاف واي والاف زي، طبعا نجيبهم كلهم من كروس برودكت واحده اسهل. يو اللي هي ماينس 1.6 تايمز 10 تو ذا باور 19 ماينس 19، وبعدين دي الفي، نكتب الفي الاول وبعدين البي وليس البي وبعدين الفي. لو عملنا العكس هيطلع الاشارات كلها عكس الصحيح. فالفي اهي نزلنا 3 components زي ما هم، وادي ال B 3 components. طب عشان اجيب ال I بعمل ايه؟ I بلغي الصف العمود والصف واضرب ده في ده ناقص ده في ده، minus 2 في 10 اس 2 اهي times 10 times 0.37 minus 4 times 10 to the power 2 في 0.39. ال G بتاخد minus وبنلغي العمود والصف، نلغي العمود والصف، فنقول ماينس جي، وبعدين نضرب الماينس 5 10 أس 2 في 0.37 ماينس 4 تايمز 10 تو ذا باور 2 في 0.74. طب الكي بلس ونلغي الصف والعمود، نضرب ماينس 5 في 0.39 ماينس ماينس يبقى بلس 2 في 10 أس 2 في 0.74 2. مش مظبوط طبعا، هنا الرقم ده مش مظبوط. 5 في 10 أس سالب 2 في 0.39 ماينس ماينس يعني بلس 0.4 في 10 أس 2 في 0.74 وليس 0.39. طيب وبالتالي ده في غلطة، يعني نحسبه تاني. هيكون ماينس 5 في 0.39 بلس 200 في 0.74، فالجواب 1.6 سالب 19. طبعا ضربت في الكيو هيطلع ماينس، والله صح انا كنت ازار حسبها من هنا، بس هو اللي هتغير ده، بس الجواب صح اللي هو ماينس او 0.752 في 10 سالب 17 مظبوط، مفيش حاجة غلط. ولكن بس غيروا القيمة دي، خلوها قلنا ده في ده ناقص ده في ده اللي هي 0.74، يبقى دي هتغير 0.74 ولكن الإجابة صحيحة. The wire shown in the figure carries a current equal to 3 amperes from A to C. The length of segment AB is 1.2 meter and segment BC 1.7 meter. The wire
is in a region that has magnetic field 3K Tesla. Find the magnitude of the magnetic force on segment AB. Find the direction of the force. احنا عندنا التيار ماشي من A لل B يعني ماشي لفوق. عايزين نجي وفي magnetic field بره. طبعا ده في اتجاه الواي وده في اتجاه الكي، يبقى اكيد الفورس في اتجاه يا الاكس يا ماينس اكس العمود عليهم. هنحسب دلوقتي ونشوف. الاف بتساوي اي ال كروس البي، فالاي ده سكيلر فتلاتة، اما ال في اتجاه التيار طالع لفوق فامشي مع التيار يبقى بلس جي. البي قال لي بلس كي محطش ماينس، يبقى 3.5 كي. 3 في 1.2 في 3.5 دي 10.8. الجي في الكي، الجي في الكي ماشي عكس عقارب الساعة، اديني اي بلس، يبقى اي بلس، يبقى 10.8. دي ده الماجنتيود بارت اي. البارت الثاني هو بلس اي. ممكن اشوفه او اشوف الاتجاه يعني احسبه باستخدام الرايت هاند رول. ايديا لفوق اشوف بطن ايديا عشان الف بصابعي لبره مش لجوه. الإبهام هيشاور يمين. اللي عايز يشوف حركة إيديا يشوف الفيديوهات السابقة، العشر فيديوهات السابقة أنا مصورهم بإيديا عشان تقدر تحدد إزاي تحط إيدك يعني. نفس الكلام بالنسبة للبي سي، عايز الماجنتيود وعايز الدايركشن، نفس القانون. هحط التيار بتلاتة، ال بي سي واضح إن هو في اتجاه البوزيتيف أي لأن التيار ماشي كده. أي كروس 3.5 كي، الأرقام في بعضها طلعت 17.8. الأي في الكي، الأي ما مشيتش مع عكس عقارب الساعة، مشيت مع عكس الأسهم، فأي في كي يبقى اديني ماينس جي، يبقى ماينس جي، يبقى الماجنتيود 17.8 والاتجاه ماينس جي. زي ما قلنا في أمثلة كتيرة محلولة على نفس الوايرز، أشكال كتير، واير مايل كده، واير على شكل يو مقلوب، واير على شكل ال كده او كده، مسائل كتير محلوله وحاسبين الاتجاه ومريكم بايديا ازاي نحسب بالرايت هاند رول او بالكروس برودكت اللي انت عايزه. عموما في امثله كتير واشكال كتير للوايرز ازاي نحسب عليها الماجنتيك فورس قيمه واتجاه. تو كونسنتريك سيركولار coils lying on z equal 0 plane يعني في اتجاه مستوى الـ x والـ y اللي هو z بيساوي صفر are interconnected with two insulating bars to create the below system اللي هو الشكل ده. ده الـ insulating bars وده الـ two coils، واحد داخلي r1 واحد خارجي r2. بيقول لي coil 1 اللي هو اللي جوه consists of 12 turns with 6 centimeter radius and carries current 0.49 amperes with the direction indicated on the figure يعني زي ما هم باين على الرسم مع الساعة. ليه؟ عشان هنستخدمه في حساب الاتجاه. أما الواير أو الكويل 2 consists of 24 turns 17 centimeter radius 1.9 amperes with the direction indicated on the figure عكس عقارب الساعة، عكس التيار ده. في البارت 1 و 2 بيقول لي find mu 1 اللي هو الماجنت ماجنتيود اوف ذا ماجنتيود ماجنتيك دايبول مومنت اوف كويل 1 وكمان الدايركشن بتاعه. واحنا عارفين ان الميو بتساوي ايه، او الان في الاي دول سكيلرز في اتجاه الايه. طب نعرف ازاي؟ ندور مع التيار ونشوف الابهام يوديني فين. الاول الان قال لي ب 12 صراحه، الاريا الاي الاول 0.49، الاريا باي في 6 على 100 يعني 0.06 تربيع. كل الكلام ده حسبته سهل. اتجاه بقى، حط صوابعك، دور بايدك اليمين بصوابعك مع التيار، لو دورت معاه تلاقي الابهام داخل جوه الصفحه فيبقى اتجاه الماينس كي. القيم دي 0.066 امبير، طبعا ده ملوش وحده امبير، متر تربيع في اتجاه الماينس كي. عكس الكلام ده الميوتو طالب اللي هو الكويل 2 نفس الطلبين الماجنتيود وطالب الدايركشن. 24 لفه، التيار 1.9، الاريا باي في 0.17 لان 17 سم على 100 يبقى 0.17 تربيع.
طب لو درت بصوابع ايدك اليمنى مع التيار اللي هو عكس عقارب الساعة، تلاقي الإبهام لبره الصفحة فبلس كي. في الجزء الخامس من السؤال بيقول لي assume mu 1.6 كي وال mu 2 minus 14، find mu net، نجمعهم مع بعض. The net magnetic dipole moment of the system consistent coil 1 and coil 2، اجمعهم يعني mu 1 plus mu 2.6 مع minus 14 يديني minus 13.74 في اتجاه الكي. في البارت 6 assume that mu net هم اديها لنا 7.6 امبير متر تربيع، مديني ماجنتيك فيلد 3 كومبوننتس بتاعته، طالب التورك نت، ده نت تورك اكزيرتد اون ذا سيستم باي انسرينج ذا بيلو بارتس، طالب مني اتجاه الاكس، الاكس كومبوننت والواي كومبوننت والزد كومبوننت طبعا، وطالب كمان الاس اي يونتس. مبدئيا كده التورك بيساوي ايه؟ بيساوي الميو كروس البي، فهنحط الميو زي ما مدهاني اللي هي 7.6 كي، والبي اللي هي 3 كومبوننتس، وممكن اعمل كروس برودكت اسهل اي جي كي. الميو اهي وهنا بلس لاني ما قالش ان هي ماينس، والبي التلات 3 كومبوننتس كلهم بلس برضه. طب اجيب الاي ازاي؟ 0.3.1 ماينس 7.6 في 2.5 طلع ماينس 19 اي. الجي اشطب الاثنين دول يبقى صفر، طبعا هنا في ماينس، ماينس ماينس يبقى بلس، 7.6 في 0.19 طلع 1.44 جي، الكي صفر صفر يبقى صفر، الوحده نيوتن دوت متر. يبقى البارت الاولاني القيمه بتاعته بيقول لي فايند اكس كومبوننت، يبقى اكتب ماينس 19، الواي كومبوننت، الزي كومبوننت، وده اليونت. اخر جزء في السؤال بيقول لي اسيوم ان اليونت 7.6 كي والبي نفس الدهاني، بيقول لي فايند ذا توتال بوتنشال انرجي اوف ذا سيستم. سهل قوي، تعوض في القانون اللي هو ده سكيلر ماينس الميو دوت بي سكيلر بيديني قيمه، في عندي هنا ماينس الميو 7.6 كي وعندي البي طبعا الكي في الاي بصفر دوت يعني، والكي في الجي بصفر، بس هضرب ده في ده يطلع لي قيمة 23.56 والماينس 10 جول. لو كان هنا في ماينس كان ده ظبط، كان بلس، لو كان ده ماينس كي هنا كان برضه ظبط بلس مثلا. فطبعا ده سكيلر يطلع موجب او سالب، ولكن هي كمية سكيلر ليس لها اتجاه. طب قولي طب ما الجي اهي، لا دي جول، الجي دي غير الجي دي اتجاه، لكن الجي دي جول.